ولو كان قلبك ممتلئ بالله ونور الله لمات الشيطان. إذا ما عرفت أنه لازم تذكر معناته لسه ما تذوقت يا ابني حلاوة الإيمان. فذكر الله يا أحبابي، ذكر الله في القلب، وذكر الله ومجالس الذكر يجب أن يسعى إليها المؤمن لو كان بينه وبينها مسافة المشرق والمغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الرب عز وجل: سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم يوم القيامة. فقيل: ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: أهل الذكر في المساجد. هدول أهل الكرم يوم القيامة الذين يكرمهم الله يوم القيامة بالكرامة العظمى بأن يجعلهم في جواره.